قال لك اسيدي الاداره قريبه للمواطن، وما تجي تكتبوا في الطوموبيل ودير لكم طابله ونجيب لكم براد ديال الخير. اخرج اسيدي اخرج اخرج الطوموبيل، وما عندهمش نونطي ديال المحافظه تكتبوا فرقه عريانه. شوفوا التناقض هذا. الحق الحي القيوم، حنا دابا في الحق في الولايات المره كتجي المحافظه وفي بلادنا وفي الدوله ديالنا. المنقذ اللهم ان هذا هو الكر، اللهم ان هذا هو الكر، هذا مرقى، اللهم ان هذا هو الكر، اللهم ان هذا هو الكر، هذا مرقى. عدونا بلاد طالبين وحصونا منها. عدونا عدونا. لا 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 لا، خليها تموت، خليها تموت، خليها تموت على ماما. حنا كنضيعوا وحشوم عليكم. شوف من عندها 80 عام ولا 90 عام وهي طايحه مره مسكينه مات على بلادها. وشكون اعتقها؟ شكون اعتقها عباد الله؟ واش ما تقتلونا؟ وحشوم عليكم. الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، الله ينصر الحق، الله ياخذ الحق في الظالمين. واك واك عباد الله، هذا الله الا قتلبتونا راه الله كيشوف فيكم. يا رب الارض، يا رب يا رب، راك تتشوف انت عالي وعالم وتتشوف ما تيوقع فينا. يا ربي يا ربي، راه فرعون ودمر تحت بلاد الشارع. يا ربي خذ حقنا. واحد جا ما عارف تشبر منها وعاشوا فيها والدينا وجدودنا وجاو قال لك بلادنا. يا ربي انا تنطلبك خذ حقنا وخذ دابا. يا ربي انا تنطلبك، يا ربي يا ربي السماوات، يا ربي الارض، انت اللي خلقتينا وخلقتي ما في هذا الكون، خذ حقنا. ومظلومين، ظلمونا هاد الناس، هاد الناس هادو تيقول لك هاد الناس هادي بلادهم. هما تيهما خوتي بلاد، فين كنتو؟ اش من بلاد عندكم؟ حنا عندنا اصول الملك، عندنا اصول الملك. هادو ما عندهم حتى شي حاجه، جبتو قلتو الشهود جبناهم، شنو بغيتو اخر؟ الله اعلم. تاخذوا لنا بلادنا هكاك؟ لا، تنطلبوا من الملك يتدخل ويشوف ما يوقع في مدينه سماره. هادشي وقع فيها، هادشي وقع مافيا ديال العقار. هما شوفوا هاد الملك راه عباد الله، واش هاد البلاد فيها ملك؟ واش هاد الملك ما كاينش شي؟ وعباد الله هو سيدنا، حنا تنحبوه تنبغيوه. هاد الناس هادو ديروا هاد المنكر، هاد المافيا تاع عقار، اش بغاو عندنا؟ اش بغاو عندنا عباد الله؟ كلشي داخل نصب علينا، فين هو سيدنا؟ يتجاوب معانا، هما تيعطيو تعليمات في التليفونات، وتيقول لهم دخلوا للبلاد. المشكل القانوني اللي يتعلق بهذا الارض هذا شنو هو؟ هو انه النزاع بدا في 2018. حنا فجاه الارض كانت محل نزاع، ماشي نزاع، محل قسمه وما الى ذلك ما بين جميع الورثه ديال قلالو. فاذا سنتفاجئوا حنا بمطلب تحفيظ، تقدم من طرف احدى الشركات اللي المعنيين بالامر، الموكلين ديالي ورثه قلالو، مشاو تيقلبوا على هذه الشركه في الدار البيضاء، ما تيلقاوش ليها الاصل اساسا، ما عندهاش، ما مسجلاش في السجل التجاري في الدار البيضاء. على اي
تنتفاجئوا حنايا من فين تنطلعوا في المحافظه شنو تلقاو؟ تلقاو بانه هذه الشركه ايفوار شي حاجه ما تنتذكرش الاسم ديالها بالضبط، تلقاو بانه شرات من عند جوج ديال الناس، هما سيدتين توريا المصوري وفاطمه اعتقد المصوري، جوج خواتات هادو. انتصرت جاي كياخذ الاراضي ديال عباد الله في تماره.